السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أغيثوني فما عندي غطاء، وقد أودى بخيمتي الشتاء. أغيثوني فما عندي طعام، ولا بيت يواريني وماء. وآلامي تعذبني وما لي طبيب أرتجيه ولا دواء. وأمي ليت أمي لم تلدني، أضر بها وأقعدها البلاء. وأما والدي فشهيد قصف رماه به ولم يدر الفضاء. وإخواني الصغار هنا جياع، وليس لنا غداء أو عشاء. ولا حال لنا أبدا جميل، ولا صبح يسر ولا مساء. سأشكوكم إلى ربي وما لي سواه إذا تغشاني البكاء. وأنتم فانعموا بغرور عيش، وعند الله يجمعنا لقاء. به كل الحقوق تنال، حتى ينال الوحش والبهم الجزاء. أعدوا للسؤال به جوابا، فليس لكم من الباري نجاء. كلوا وتمتعوا فلنا حساب، وفيه لنا ولو متنا عزاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.